نعم، عندما نقول كارثي وسيء، يعني كيف هي حالة المستشفيات رسميا؟ ما الذي تحتاجه لتواصل عملها؟ يعني نحن بالأمس أعلنا عن إنهيار القطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة التالي: أولا، هناك 15 مستشفى خرجوا عن الخدمة إما بسبب القصف، وعددهم 7، وثمان مستشفيات خرجوا عن الخدمة بسبب قلة السولار. هذا أولا. ثانيا، لا يوجد أدوية ولا يوجد مستلزمات طبية، يعني واحد انجرح وبحاجة إلى تضميد الجرح أو خياطة الجرح لا يستطيع، لأنه ما فيش، لا يستطيع تضميد الجرح ولا يستطيع خياطة الجرح، لأن الخياطة الختان الطبية ليست موجودة. أيضا إذا احتاجوا عمل أي عملية لا يوجد أدوية الأنستيزيا، أدوية التخدير. وأعتقد رأيتم أن بعض الأطباء يعملون العمليات العاجلة اللي هي بسموها لايف سيفنج، يعني انهم انقاذ حياه، بيعملوا العمليه بدون تخدير وعلى اضاءه التلفونات، وهذا لم يحصل قط في تاريخ الدنيا. وبالتالي الوضع في مرحله صعبه جدا 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 جدا. لا يوجد ادويه، لا يوجد ادويه لمرض، يعني غير انه لا يوجد ادويه داخل المستشفيات، وبالتالي لا يستطيعون توفير العناية الطبية للمستشفيات. أيضا المستشفيات بوجود عدم وجود الكهرباء أيضا لا تستطيع غرف العمليات أن تعمل، لا يستطيع كافة المعدات الطبية أن تعمل، ولا تستطيع الثلاجات أن تكون مأمونة على وضع الأدوية في داخلها، لأن في كثير من الأدوية تحتاج إلى ثلاجات. وبالتالي يعني بهذا الموضوع أيضا في صعوبة، أيضا في صعوبة بعدد الأسرة. يعني مثلا مستشفى الشفاء هو مستشفى فيه 700 سرير، عدد المرضى اللي فيه فقط 5000 مريض، وعدد الناس المدنيين اللي اجوا يأتمون في مستشفى الشفاء 50000. اذا رجعنا لعدد المرضى 5000 ل 700 سرير، يعني انت تستطيع ان ترى ان الناس مرميه في الكوريدورات عشان العلاج، واصبح الوضع صعب. موضوع الكادر الطبي منذ بداية الحرب إلى الآن يعمل، بعد التهجير الذي حصلهم والقصف وقصف البيوت وإلى آخره، أصبح فقط في داخل المستشفيات 30% من الكادر، لأنه ما تبع إما استشهد إما جرح إما تهجر مع أهله، وإذا هي يعني هي أم بيت لا تستطيع أن تترك أطفالها. فبالتالي إضافة إلى الوضع النفسي الصعب الذي يتعرض له القطاع الطبي. وأسمح لي من هنا أن أوجه كل التحية والإجلال وننحني هاماتنا لهم تحيتان، لأنهم يعملون ليلا نهارا أجل المواطنين. القطاع الطبي عمل ليلا نهارا، وبالتالي أيضا الكادر الطبي أصبح منهك جدا جدا، ونحن عنا فرق إسناد لهم من أجل أن ندخل على قطاع غزة، لكن لا يوجد ممر آمن للكفاءة الطبية أن تدخل، الطواقم الطبية أن تدخل على قطاع غزة. نعم. كل هذه مجتمعة إلى إضافة إلى عدم وجود المياه النظيفة، إلى عدم وجود مياه الشرب، إلى عدم وجود الأكل، كل ذلك جعل أن هذا القطاع ينهار. وبالأمس أعلننا عن الانهيار بكل حزن وبكل أسى. يعني نحن الآن كوزير الصحة، يعني كان بالنسبة لي أني أعلن عن انهيار زي سقوط قلبي من جسدي، لأنه أصعب شيء في الدنيا أنه الإعلان عن انهيار. لكن هذه الحالة التي تمر فيها قطاع غزة، وضع قطاع غزة بالنسبة كمان للوضع الإنساني بشكل عام وضع كارثي. لا مأوى، لا يوجد مأوى، لا يوجد ملابس، لا يوجد أكل، لا يوجد مياه نظيفة للشرب، لا يوجد كهرباء، لا يوجد شيء، لا يوجد حرام الواحد يقعد عليه على الأرض عشان ينام، وأين نضع الأطفال؟ فبالتالي أيضا الوضع الإنساني كارثي.